يسك الفنان الذي يمتع ويستمتع في هذه الموقعة الكبيرة. وعينك على إسكو. إسكو الله الله الله. يتابع المباراة الآن جارك بيل ويقول هذا ما لا طاقة لي به. هذا إسكو ما لا طاقة لي به. إسكو عاشق الرونالدينيو الساحر الرونالدينيو. طبعا هو لاعب نادي ملقا سابقا واللاعب الذي بدا في نادي فالنسيا عندما كان صغيرا الحديث عن إسكو ولكنه يتالق تالقا لافتا ويستفيد من غياب جاريث بيل واعتقد حتى عندما يعود جاريث بيل اعتقد شخصيا وهذا توقعي الشخصي ان الاختيار من جانب زيدان ربما يكون لإسكو لان خيارات إسكو اكبر تكتيكيه تتحدث عن خيارات تكتيكيه يلعب في خط الوسط ياتي من الخلف ويلعب على الاطراف ويصنع الكرات ويسجل الاهداف وبالتالي اعتقد ان دوره مع الفريق الملكي افضل مما يؤدي النجم الوزي الكبير جاريث بيل. إسكو يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا كبير يا إسكو يا سحرك يا مهارتك يا روعة أدائك يا روعة أقدامك زيدان الصغير أو نقول إسكو الكبير يسجل هدف الفوز لريال مدريد ويعطي جول إسكو إسكو وعدو وعدو أمام شمشيرو والهدف الثاني لريال مدريد اللي يعود الى ريال مدريد ريال مدريد عبر إسكو حقق تعادل الريال بالجلاكتيكوس نجوم الاسماء الاسبانيه